جامعه الخرطوم تدريس اللغه الانجليزيه كلغه ثانيه او تيتشينج انجلس از ا فورين لانجويج. ايوه. وبعد ذاك عملت دبلوم في الفولكلور، دبلوم عالي في الفولكلور. جميل. ما شاء الله يعني هو حاجات كان مختلفه كده. ايوه الفولكلور بالنسبه لاني يعني منطقه الشن دي منطقه غنيه بالتراث والاحاجي والشعر والمدايح، يعني غنية بالتراث القومي بالذات حجر العسل. أيوة شندي والمتمة، أنا من المتمة، محلية المتمة. فمحبتي لها حبيت يعني برضو أدرسها دراسة أكاديمية. أيوة. وكانت دراسة حقتي عن تأثير الأحاجي السودانية في التربية والتعليم، تأثير التراث في التربية والتعليم، وعندي كتاب مطبوع يعني في الموضوع ده. ها كتابة الروايات أضافت لك في مجال الفولكلور والتراث صح؟ الدبلوم اللي أخذته في الفولكلور يمكن أضاف لي كثير في إني تكتبي. يعني أكتب عن الجانب الأدبي، يعني غير الأشياء المروية اللي سمعتها من الجدات والعمات، يعني ده أضاف لي لأنه في أنا عملت في مركز في الدراسات الأفريقية الآسيوية اللي هو تابع لجامعة الخرطوم، كلية الدراسات الأفريقية الآسيوية، فيها مكتبة عامرة بكل التوثيق الصوتي والمكتبة الكبيرة، يعني أي حاجة مثلا عايزة أكتب عن مثلا تراث الكبابيش، مثلا تراث الجعلين، المكتبة توفر لك كل ما تريد. وأنا بفتكر إنه أي شخص أو حتى زائر للسودان حقه يزور المكتبة دي لأنها مفيدة جدا ومهمة، يعني لأحدث مستوى الحاجات فيها يعني مسجلة. أكبر من دار الوثائق ولا دار الوثائق؟ لا دار الوثائق طبعا، دار الوثائق القومية لا، مهمتها تانية يعني مثلا، لكن دي بتوفر لك. أيوة دي مثلا زي دكتور عبد الله الطيب كان بيمشي الباديه وبيمشي الاماكن دي يزوره ويسجل. ايوه الوظيفه غير تماما. ايوه للتسجيل والتوثيق.